استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة في اليوم السابع بعد المئة من العدوان. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت حي الأمل غرب خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجروح. كما تواصل القصف المدفعي من الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى ناصر في خان يونس. وفي شمال القطاع قصفت طائرات الاحتلال مخيم جباليا، كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.